له اداره بتديره، صيانه، امن، حراسه، كل الحاجات دي كلها بندرسها قبل الاهالي بتاعتنا ما تسكن. يعني ان شاء الله المشروعات بتاعتنا في تطور كل يوم عن اللي قبليه، ودعم القياده السياسيه. يمكن كان هنا كان بيقول مشروعات السويس بالذات هي اقل المشروعات سعرا في البيع، كان بقرار من دوله رئيس الوزراء ان احنا هنا السويس اتباع باقل سعر، ويبقى يكاد يكون سعر التكلفه لاهالينا البواسل لمدينه السويس الباسله. فالنهارده الحمد لله اعتقد الاقبال كان شديد جدا على المشروعات في مدينه السويس، وباذن الله بنكمل معاكم في بقيه المشروع اللي هم 13260 وحده. وباذن الله لو في فرصه ثانيه ان شاء الله واراضي اخرى واحتياجات من اهالينا في مدينه السويس هنعمل مراحل ثانيه وثالثه باذن الله. وبشكر حضراتكم يا فندم على السلامة. شكرا. مصري يبقى مختلف، بيشمر ايده، بيغير، بيعمل من الفسيخ شربات، بيعمل من الفسيخ شربات وكفه حلمنا كبار، بنعمل للحضر عمارات مدن وعيالات تتربى، بنعمل من الفسيخ شربات وكفه حلمنا كبار، بنعمل للحضر عمارات. الحجاج صالح محمد نور. حجاج صالح وحدة المعصرة، مشروع الواحد. أنا بشكر صندوق التنمية الحضرية إنه أتاح الفرصة لسكان محافظة الشرقية. السيد كريم عبد الرحيم أحمد عبد الرحيم. السيد محمود محمد عرابي محمد. السيد أحمد محمد إبراهيم حسين وينوب عنه زوجه هبة محفوظ محمد. شكرا جزيلا. السيد محمد عيد محمد علي القليوبي. السيد محمد أحمد محمد عثمان. السيدة عزة حسن شاكر مرسي. السيدة وفاء إبراهيم أحمد الراوي. السيد مصطفى سامي محمد محمد. السيدة آية سعد محمد أحمد. السيد محمد فاروق محمد علي. السيد محمد عبد الفتاح محمود محمد. السيد أحمد زكي أبو الحسن نصار. السيد ماهر علي محمد علي يونس. وأخيرا الأستاذ إسلام زكريا عبد العزيز عبد الحميد.
الشكر جزيل وموصول لدولة الرئيس على تشريف سيادتك وعلى هذه اللفتة ووجودك بين أبناء مدينة السويس الباسلة، وحرص دولة رئيس مجلس الوزراء الحقيقة مع هذه النخبة، دولة نائب رئيس الوزراء الفريق كامل وزير أستاذ دكتور خالد أبو غفار نائب رئيس الوزراء، أيضا السيد دكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، السيدة منى العوض وزير التنمية المحلية. يعني هذه الأرض الطيبة التي جمعت الدكتور مصطفى مدبولي، وحق لي يعني أن أسميه أحد بنائين هذا العصر في هذا الوطن الذي يعمل في صمت وإخلاص. ودائما نقول أن مصر بأبنائها لم تنم، مصر بقضاءة العينين لم تنم، وستبقى يعني قوية عزيزة في منعه طالما كان أبناء هذا الوطن على قلب رجل واحد، وطالما امتلكت هؤلاء الرجال المخلصين الذين يعملون من أجل هذا الوطن. دامت مصر في عزة ومنعه. الشكر جزيلا وموصول لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا دولة الرئيس.